السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا أصحابي؟ ازيكم يا توم وجيري؟ وحشتوني جدا جدا. تعالوا النهاردة نتعرف على حرف جديد من حروف اللغة العربية. هنعرف ايه هو صوت الحرف وشكل الحرف ازاي. معانا النهاردة حرف الهاء. حرف الهاء، صوت حرف الهاء ه ه ه ه صوت حرف الهاء ايه معايا؟ ه ه ه ه ه ه ه ه. يبقى عرفنا ان صوت حرف الهاء عامل ازاي. ها قولوا ورايا، ها ها ها. احسنتم. تعالوا نعرف شكل حرف الهاء عامل ازاي. تعالوا نمشي على النقط وهنعرف شكل حرف الهاء عامل ازاي. ها يلا، ها نصف دائره مفتوحه جواها دائره مقفوله وشرطه رايمه على السطر. يلا معايا تاني، نصف دائره مفتوحه وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطر. ها يلا معايا تاني، نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطر. مين هيعرف يقول شكل حرف الهاء عامل ازاي؟ نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطر. ها تاني، ها نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطر. يبقى احنا دلوقتي يا اصحابي اتعرفنا على صوت حرف الهاء وطلع ه ه ه ه هاء، وعرفنا ان شكل حرف الهاء نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطر. ده دلوقتي يا اصحابي لو انا جيت قلت لكم فين حرف الهاء هنا، هيطلع ده ولا ده؟ شكل حرف الهاء ازاي؟ نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطح. هيبقى ده ولا ده؟ تعالوا نشوف ده كده شكله، كده ده شكله نصف دائرة وعليه نقطة، يبقى مش هو ده. تعالوا نشوف ده كده، نصف دائرة مفتوحة وجواها دائرة مقفولة وشرطة نايمة على السطح، يبقى هو ده حرف الايه؟ الهاء. مين هيفكرني كده تاني صوت حرف الهاء ازاي؟ ها ها ها. طيب دلوقتي يا اصحابي حرف الهاء عايز يعرف مين هم اصحابه. كل الحروف عارفين مين هم اصحابهم الا حرف الهاء لسه ما عرفش ايه. عايز يعرف مين هم اصحابه، قاعد يفكر حرف الهاء حرف الهاء مين هم أصحابي مين هم أصحابي. فقرروا بقية حروف اللغة العربية يعرفوا حرف الهاء مين هم أصحاب. جم حروف اللغة العربية ادوا الحرف الهاء صندوق هدية وقالوا له يا حرف الهاء يا حرف الهاء، انت لو فتحت الصندوق ده هتعرف مين هم أصحاب. خد حرف الهاء الصندوق وبدأ يفتح الصندوق عشان هو عايز يعرف من أصحابه. فتح حرف الهاء الصندوق وبدأ يطلع الحاجات اللي في الصندوق عشان يعرف من هم أصحابه. تعالوا نطلع أول حاجة كده عشان نشوف من هم أصحاب حرف الهاء. طلع حرف الهاء هرم، هاء هرم، هاء هرم. برافو. هيطلع حرف الهاء تاني، هاء هدية، هاء هدية، هاء هدية. تعالوا نشوف حرف الهاء هيطلع ايه تاني من الصندوق من أصحاب. هاء هدهد، هاء هدهد، هاء هدهد. يبقى كده حرف الهاء طلع هاء هرم، هاء هدية، هاء هدهد. لسه هنطلع ايه تاني من الصندوق يا حرف الهاء؟ هنطلع هاء هاتف. يبقى حرف الهاء وبحرف الهاء طلع هاء هرم. يبقى حرف الهاء طلع من اصحابه هاء هرم، هاء هدهد، هاء هدية، هاء هاتف، هاء هرم، هاء هدهد، هاء هدية، هاء هاتف. تاني حرف الهاء. ها يبقى اصحاب حرف الهاء ايه يا اصحابي؟ طلعوا ايه معايا؟ يلا قولوا ورايا. ها
هاء حرام، هاء هدهد، هاء هدية، هاء هاتف. شاطرين يا اصحابي. يبقى النهارده يا اصحابي احنا خدنا حرف ايه؟ خدنا حرف الهاء، وقلنا صوت حرف الهاء ها ها ها، وان شكل حرف الهاء عامل ازاي؟ نصف دائره مفتوحه وجواها دائره مقفوله وشرط نايمه على السطر. واصحاب حرف الهاء ايه هم؟ اصحاب حرف الهاء ها ها هرم، ها هديه، ها هاتف، ها هدهد.